انت ايش تريد تقول بالضبط يا مطر؟ انا ما راضي عن سالفة الامتحان هذا، لكن اريد اقول اني كشفتهم وجاريتهم حتى يوصلوا للي هم يريدون. مطر، اذا انا اعرف انهم بيتنكروا وشفتهم قدام عيني وما عرفتهم، انت كيف عرفتهم؟ لانك معمر. ايش هدي؟ بس انا حارب ساعدني لما نسى اسمه ولما ناداني بمطيران. يعني علشان كشفتنا رفضت العرض؟ والله عاد احسبها على كيف ما تريد. عموما انا اقدم استقالتي. خلاص يا مطر خلاص، انت لحق تشتغل عشان تستقيل. اقول يا جماعة الخير، ترى مطر الحين صار منكم وفيكم، اعطوا الثقة وامنوه. انا عن نفسي ما اعطينا الثقة، وانا بصراحة صرت الحين مأمن منا أكثر. وأنا بعد بعطيه ثقة، لكن ترى هو شرط الأول. سلام بيكون هو المسؤول عنه. أنا أعرف أنك تلف وتدور وترجع لنفس الشرط. ودي أعرف ليش يا حارب، بس ودي أعرف ليش بعد؟ ما هو هذا اتفاقنا لما كنا مجتمعين بحضور عقيلة، ولا تريدوا تسويوا مثل البعض؟ كلام الاجتماع مدهون بسمن، يسيح السمن لما ينتهي الاجتماع. خلاص يا جماعة الخير الأمر تم. يا مطر مهمتك الجاية متابعة سالم وحامد الباهي، وتطلب منهم كل المتأخرات اللي عليهم. ما كذاك يا جماعة الخير؟ هاي كذاك خلاص. ايه خلاص يا مطر خلاص، طلع النبي يا أخوي قدم استقالتي. رشيد يا رشيد،
صدقي انا حتى ما قادر اشوف على وجهها. زين انت وين رايح وانت على هذه الحاله؟ يا عمه هند احس اني مخنوق لازم اطلع. ما هذه اللي قلت عنها انها متميزه وفاهمتنك انا اقصد المجنونه اخرتها تطلع عقيله اللي كانت ايش اتكلم؟ كانت تتلاعب بحاسيسي تخدعني تتسلى حضرتها. يا رشيد هذه هي عقيله اللي كانت عجبتنك من البدايه؟ من البدايه ايوه، الحين لا، وهي اللي حكمت. اما انتوا الاثنين غريبين، كل ما واحد يقترب منكم من الثاني يبتعد. يا رشيد بعدني اقول لك فكر. عمه هند انا خلاص فكرت وقررت، المقاطعه فلتقرع طبول المقاطعه. اجل رشيد، يا رشيد تعال اسمعني رشيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت أكيد جنيتي، أنت ما بعقلش جابت لي حوز. الله يهديك جابت لي حوز. أنا ما لي حوز. أنا الحرز هذا يحميك من كل مكروه، لبسه وقرب. أبوي أنا محروس طبيعي، حوزي مني وفيي، ما ليش الله يديش أنت. سبحان الله، مرة كأنها عارفة أن بيكون ردك هو هذا. من هي هذه؟ بحلمة جوخلة. مالها؟ واحدة عالمة كبيرة مبروكة. الله يهديش انت بعد. تو انت بالله عليك جالسه تمدحي لي اياها؟ مو انا بغى اتزوجها؟ بعدين تعالي شوي. انت انا حيش رايحه مع هند؟ ايش هذا الحرز مو جابت لي؟ ولا يعني في دعايه في التلفزيون يقولوا ان لكل حرز حرزا مجانا، ولا كيف يعني؟ هو يعني تراها يعني كذاك السالفه. ايوه اقول حارب. قولي. انا لا، أنا كنت جنب هند جالسة. إيه. لا يلي ولا علي. ضاهي عند ربي شاهد. إيه. زين. ولا تشوف علي جوخة. إيه. ودحرت عينها علي كذاك. زين ما كردتش. إيه. والله. قالت لي. أها. تعالي يا حرمة حارب. هذه عاد ما عيون. هذا غدار نعم. وعرفتش؟ على طول. آه. على طول من غير ما أنطق ولا كلمة. مر انزين. وتقدمت انزين وأنا مو خايفة كذا أتلافظ. قالت لي لا تخافي انتي بخير ما في شيء. الحمد لله. لكن عاد زوجش هو اللي متضرر. أنا وضعتني ودي الشايب وأنا متضرر. أنا متضرر. مو الكلام هذا؟ لا يعني هي قصدها انك يعني محسود. والعيون عليك وحواليك. والناس تشوفك. طبيعي. ايوه طبيعي الناس تشوفني وطبيعي الناس تكلمني. اي فيها شيء يعني؟ لا يعني هي ما هذا قصدها. ايش قصدها هي؟ هي قصدها يعني عيونهم. عيونهم حسودة. ايوه والحل في ذا الحرز. ماله؟ هو ذا الحرز. الحل فيه. ايوه انه تحطه في جيبك. في جيبك ها؟ نعم. تحطه في جيبك. ايوه في حلك وترحالك. ايوه ولمدة اسبوعين. ايوه وبعدين بنشوف النتيجة. لكن يا لطيفة أنا ما مال هذا السوالف. الله يهديش أنا ما مال حروز. مو ذا الكلام هذا. هو بصراحة يعني حتى أنا ما مال هاي السوالف. هاي صحيح. لكن إيش نسوي يعني الحاجة يعني ضروري هذا الحوز يكون معي يعني مهم جدا بالنسبة لي يعني ممكن أخليه في جيبي يعني. ما هو ضروري. أيوة. لازم. هي قالت لا. هذا حارب. خليك مرة دائما
جنبي. جنبش؟ ايوه جنبي. في حلش وترحالش؟ ايوه لان هذا لا يحميني ويحميك. ايوه قالتلش اني اكون جنبش. جنبي ما بس اخلي الحوس في جيبي يعني؟ لا لا. لطيفة. تعرفي تقولي شرب العمقات من عقب محلش؟ قولي قولي. جنبش ها؟ وأغيرك يعني. جنبي. وأنا إيش اللي ممكن أسويه يا هند؟ هذه مسألة بينهم. تراني شرحت لك الموضوع من طقطق لسلام عليكم. خذ لك الحالة. طعطة. أنا أريدك تشوف حل في اللي هم فيه. الموضوع حساس وخاف إذا تدخلنا ما يعجبهم يا بنت الراوي. يا ود العسم، ترى هذاك رشيد وهذه عقيلة. وأنا قلت إنهم بابوه وزينة أمان، ترى أنا أعرفهم وعزيزين علي. دام منهم عزيزين عليك فلازم تكون مرسول الحب بينهم. وأنت ليش بعد نفسك؟ حاولت والله حاولت لكن بدون فايدة. أعرفهم عنيدين. أنت اللي تقول هذا الكلام؟ هين حيلك وهين مقالبك وهين خططك و... حدك بنت الراوي حدك. كأنك جالسة تلمحين على الماضي. ماضي حاضر حديث مستقبل مضارع في كل الحالات. أنت سلام وأنت الوحيد اللي عندك الطريقة. رشيد وعقيلة ايش من الطرق اللي تصلح معهم وتألف بين قلوب؟ ما اعرف كيف اسوي معهم. لازم نفكر يا حمامة. حمامة؟ انا حمامة؟ اي من غيرك انت. انت حمامتي، حمامة سلام. اذا على كذا نعم، وانت بعد سلامي. هنقوم نغني. انا قصدي انت حمامة سلام اللي ترفرف حواليهم. وعلى كذا يريد لي عود زيتون أخضر. لا يريد لك تسمعيني وتساعديني علشان نفكر كيف نجمع ما بينهم بطريقة غير مباشرة. كيف كنت معجب بإنسانة مجهولة يا رشيد؟ نفس الإنسانة اللي حركت فيك المشاعر مرة ثانية. إيش معنى رفضك لرشيد في البداية؟ وإيش معنى اللي سويتيه وإنتي تسعيله؟ معقولة؟ الخيال أجمل من الواقع؟ ولا أنا كذا أتخيل؟ معقولة أنا كنت خايفة أحبه؟ ولا هو اللي خوفني؟ خلاص انكشف القناع. لا الخيال حقيقة ولا الحقيقة أحسها مثل الخيال اللي أريده. خلاص يبقى هو رشيد وأبقى أنا عقيلة. ألو العمة هند؟ طيب أنا راجع حالا. إن شاء الله بكرة بكون عندكم على الغداء. تمام تصبح على خير. الله أكبر، هذا أشبه بالسحر. أنت نجحت يا مطعم. أخوتي أول هللوا وكبروا وبعدين غلطوني. إيه بس أنت تعاملت مع سالم وحامد الباهي بدون أي غلط، وفوق هذا رجعت منهم المبالغ اللي عليهم دفعة واحدة. يعني أبو زاهر الحين أنا أقدر أخذ نسبتي بدون مشاكل؟ يا أخوي ترى وراي أرضى بشتريها والله. لا أرضى؟
وبلاش يعني بلاش. ايش ضحكك انت الحين؟ ما اعرفك يعني بلاش. والله ضحك لي بس انك انت ما حلو ترى. المهم المهم بتاخذ نصيبك من كل شيء، لكن ترى الفلوس هذه ما تكفي حد شراء الارض. عارف انها ما تكفي. بكت وبشتغل علشان اوفر. ولا يعني ناوي بتعطيني قيمه الارض من عندك؟ لا هذا ما بيحصل، ما بيحصل، خلي عنك انت، ما بيحصل كل هذا. المهم انت خبرني انت كيف تعاملت معهم؟ كيف؟ هددتهم بالسلاح الابيض. يا ويلك، ماذا فعلت يا رجل؟ انني لم افعل شيئا. ابدعك يا ريال، انت مره تصدق؟ يعني ما صح؟ لا لا، ريحت بالي. ولد حلال واحد ما يعرف مزاحك من جدك. مزاح بلاش. لا المهم هات النسبة. ما البلاش؟ الله الله على ذيك الأيام يا هند، أيام ما تنتش. الله، كانت أجمل أيام حياتنا. سلام. أي والله. أي بس لا تنسى أنك شقيت لما خضيتني. أنا كنت معجب فيك، ميت عليك ما سوي. وأنا بعد، بس ما كنت أبين لك. يا العيارة. عقيلة، تراني متعبة نفسي ومسوية هالأكل اليوم، فكلي ولا تستحي. تسلم إيدك يا هند، هذه أنا جالسة أكل. وانت رشيد، تريد معازم بعد؟ تريد معازم؟ عمي، إذا شفتوني غريب عزموني. عزموني. سلام. تذكر أول يوم تقابلنا فيه؟ ما أذكر، لما جيتك على حصاني. ها؟ على إيش؟ حصاني، حصاني الأجرب. أقصد الأبجر. الله الله على زمن الفرسان. كيف كان لقاؤكم الأول؟ رشيد، تعرف كيف كان لقائنا الأول أنا وهنوتي؟ أكيد كان جميل. رائع ومثالي كان لقائك. من ناحية مثالي فكان مثالي. هند، أقول؟ أي قول، بس لا تدخل وايد في التفاصيل. الله يسلمكم، أول مرة شفت فيها هند كان عند الفرج. شفتها من بعيد وأنا كنت على حصاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول يا بنت الناس، يا غزال الوادي. نعم، إيش بغيت؟ شربت ميه لو سمحت. عندك الفلج بطول وعرض، يعني لازم تسولف معي. فيك حق، اشرب. انا غريب، كيف انتو ما تكرموا الغريب؟ احنا نكرم الغريب لما يكون اديب. خلا شوف دربك، ترى بصرخه واحده واخواني بيكونوا هنا. لا ما يحتاج، احسن اروح. كنت اراقبها من بعيد لبعيد وعرفت انها كانت تنتظرني، وفي يوم قلت لازم اجيها بشكل مختلف.
نعم. ما بغيت تشرب ماء؟ لا، بغيت أعرف وين بيت حيانك. وركضت بدون ما تخبر. صحيح انت عرفته، بس بعد ما دورت وشقيت. اللي مثلك يا هند الواحد يشقى علشانه. سلام. ما عقلة، عجبك الأكل؟ تسلم إيدك يا هند، والله إني أكلت بشراهة. صحة وهنا. ها رشيد، عجبك الأكل أنت ولا لا؟ الأكل طيب يا عمي، وأنا أكلت ما فيه الكفاية. ماشي الحمد لله. سلام، قوم اتحرك أباك وسام. زي تكلم يعني؟ هذولا ما غر؟ سلام، يلا تحرك. تريدين أعلمك كيف تسوين الشاي الأخضر؟ أيوة بالضبط. زين على ذوقكم شوي. خذوا راحتكم. كنت حاسة أنه ورد العزومة شيء، لكن من ما بتكلم إلا إذا بدأ هو. أتمنى تترك العناد هذا وتتكلمي. لو كلمني برد عليه، ما أنكر أني تعبته معي. عقيلة؟ أيوة رشيد، أسمعك. أنت ما صدقتي ناديتي؟ أيوة. أيوة ليش؟ أيوة ما صدقت ناديني. ليش تصرفتي معي ذاك التصرف يا مجنونة؟ ما لقيت وسيلة ثانية يا مجنون. عقيلة أنا. وأنا بعد. توعدوا له مالهم؟ مالهم بعد؟ صحيهم؟ ايه جماعة، شاي جاهز؟ تفضل. أنا ما طلبت عصير، هذا العصير حار مني. أنت ما لازم تطلب، أنا من نفسي جايبت لك إياه. تفضل. جيبي جيبي. اشرب، خلي وصفة جوخة تنجح وترجع لي وما تقدر على بعدي. أسمي عصير ممتاز. نعم، بالهنا والشفا إن شاء الله. بالهنا والشفا، مو أنا شاغب دوانة. لا أبدا، بس ما قلت لي كيف الحرص. أبوي حوزي هذا ما ينفع بيزه. دوش حوزي شوف الكينة منه. دوش الناس نصحوني عنه. ما دام شربت العصير فما له داعي الحرص. لطيفة، أعطيني دين شوي. اشتغل مفعول دواكي يا جوخة. يلا بمرة بغى يمسك يديني.
اقول لك اعطيني يدين يساعدين على الوقوف. اقول مغص اني راس بطني حرب. يا الله عاد ما حال اللي مرت عليه. نعم ما حال، لكن الله لطف وقدر. ما تشوف سم يا حارم، اقصد ما تشوف شر يعني. ثاني يا سلام، انا شفت وتسممت لكن زين لحقوا علي. ولك انت انا الحين طاير مع الحمام الزاقل في خبر كان. ما عليه، لطيفة المسكينة ما كانت تقصد يعني هي. بس سكتي. انت الثنتين يبغالك انا عقان بخيزران لتسيح روحك، مو سايرة تسويا مع هذه الموخة القوخة هذه. ها هي صاحبة الشهر، والله انا كنت ضاهية عند ربي. عقب هي تقول انتي لي خذيتيها مع هذه العالمة اللي اسمها موخة قوخة دوخة دي. ها انت شو السالفة؟ كأني آخر من يعلم. أنا أقول لك سلام، أنت تسمم مثلي، ما تهون علي أنت ولد عمي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أمي هدي أعصابك، أبوي ما سمعك هذاك الكلام كله إلا لأنه معصب. هو حتى ما يريد يشوفني ووده أنه يطردني من البيت. عذري، وانت عارفة السبب. سبب جوخة، الله لا بارك فيش يا جوخة. ما علي، طمني هو بخير وأكيد بيفهم لما تتغير الأمور. ما أظني، حارب كله ولحد يتلاعب بفهمه. الله هو العالم، بقصدي إنه شيء ثاني. رشيد، أنت لازم توضح الموضوع لأبوك. ما أحسن أكلمه في موضوعنا؟ أنت تشوف إنه هذا وقته؟ خلاص أنا بنزل عند أبوي وبفهمه كل شيء بالتفصيل. لحظة، أنت إيش ناوي تقول له؟ ها؟ على الأقل تكون كلمتنا واحدة. خير إن شاء الله، إحنا بنكذب بقول له الحقيقة. إيه. هذه معاملة أولاد ناصر، هم أيضا مطالبين بمبالغ. ركز معاي زين يا مطر. خلحت؟ أقصد قول يا أبو زاهر. تفضل. إيش هذا؟ إيش هذه الحالة يا مطر؟ إيش هالكلام يا مطر؟ إيش الأسلوب السوقي؟ يعني الحين أنا أسلوب سوقي؟ زين، ترى أنا دلال كنت أشتغل في السوق. إيه بس الحين أنت في شركة محترمة. يعني أفهم من كلامك إن هناك في شركات غير محترمة؟ أنا ما قصدت هذا المعنى، أنا قصدي إنك في شركة، يعني تهدي صوتك، تنتقي كلامك، أنت ما في السوق.
راح نتعاين معكم انت. اذا كنا في الشارع والواحد تمازح مع صديقه شويه قلتوا سكتوا، انتوا الحين في الشارع ما في السوق. واذا كنا في السوق وجرتنا السوالف شوي قلتوا سكتوا، انتوا الحين ما في البيت عشان تاخذوا راحتكم. يا اخي قولوا لنا متى بناخذ راحتنا ونتكلم على كيف ما نريد. انا اريدك تنتقي كلامك، وخاصه لما تتعامل مع اولاد ناصر. زين ليش؟ المهم تراني اجيب المبالغ متاخر وخلاص. لا ما خلاص، المهم حسن التعامل مع اولاد ناصر. وما سالتني ليش. خلا اقول ليش. لان الاولي قاضي والثاني ضابط شرطة والثالث محامي. نافع، ليش ما تقول انا مودنك المحكمة وخلص نفسك؟ يا ريت. لا 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 عقيلة ما تناسبك، خلي عنك هذا الموضوع. ليش ما تناسبني؟ احنا طقم لاقين على بعض. يا إيسان انت ليش ما تفهم؟ اقول لك هذا زواج ما لعبة. لا ترى احنا عارفين انه زواج، ليش انت ما موافق؟ سكت انت يا الحية، سكتي سكتي. يا رشيد يا ولدي، اخاف الناس يقولوا ان زوجت رشيد بن عقيلة عشان ورثة بس. انا مستعد اكتب ورقة على نفسي اني ما مس بيسة واحدة من فلوسها. وغيابي ليش ما تلمس بيسة من فلوسها؟ ما توك وحدك خايل تقم؟ ترك زوجها؟ ما لك ذاك انت؟ فلوسها؟ فلوسك؟ يا ابوي حيرتني معك. مرة كذا مرة كذا. طيب خلوني في الأول أكلم سلام. وليش سلام؟ مطر ولي أمرها لا؟ مطر مال بلاش؟ لا 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 لا، الوصي عليها سلام، واللي في راسي بتعرفوه لما أكلم سلام. على كلامك هذا ما أظني في راسك شيء، أظنهم غسلوا مخك لما سووا لك غسيل المعدة. لا 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 لا، تظهر فيك خلل شوية. سلام، أنت عارف جالس تكلم من؟ أنت جالس تكلم حارب ود العسم. تراني عارف أنك حارب ود العسم، بس كلامك هذا ما كلام عقل. يعني أنا مجنون؟ هن تكلمي شوية، قولي على زوجك هاي يتهمنا بالجنون. تراك الله يهديك، أنت رافضه بدون سبب. هن روح أسوي لنا شاهي ولا تريد عصير؟ لا أرجوك عصير؟ أنا متعقد منه. إن شاء الله بسوي لكم شاي، بس مهما تقولوا الزواج بيتم. مالك كذاك مدحر عيونك تشوف علي؟ مو فيك جالس تفحصك. ممكن تعطيني سبب واحد ويكون مقنع؟ كيف أفهمك يا سلام؟ ايش افهم فيك الله يهديك؟ قول لي ايش في راسك وبهدوء. انت نسيت يا سلام ان هذه البنت انا طلبتها للزواج؟ وانت كنت جاد في طلبك؟ انت كان كل همك ان حصتها تكون من نصيبك، وهذه السالفه خلصت منها. الحين هي صارت مثل بنتك، ايش بعد؟ لكن يا سلام، يعني مطر والناس ايش بيقولوا عنه؟ حارب يا حارب، الناس كلهم عارفين ومتأكدين إن ما حد يقدر ياخذ شيء من عقيلة. في هذه عندك حق يا سلام، هذه بس تجيب لها سيرة الفلوس كأنك خانقنها منها. نعم قول هذا الكلام عن نفسك. عيب ها جاك المعرس. ها وين وصلتوا؟ مبروك يا رشيد، عندك المال ومنها العيال. معقولة؟ أبوي العسم وافق؟ أبوك العسم وافق بشرط إنكم تجوا تعيشوا معنا. هذه المسألة إحنا حاسمينها يا أبوي، أسبوع هناك عندكم وأسبوع عند عمي سلام، لحد ما يصير عندنا بيت بروحنا. سلام، هالجماعة مخططين كل شيء مسوي. إيه يا حارب، هذا هو جيل اليوم، كل شيء عندهم بالتخطيط، ما مثل زماني وزمانك. مبروك يا رشيد، مبروك يا ولد. إذن فلتقرع طبول العرس.